حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأوفئ أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. روحي الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. غريب يا مظلوم كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مولاي أبا السجاد يا علي، ما تم إليك بقلوبنا يا حسين، ما تم لولاك الفرض يا حسين، ما تم، ما خاب والله من تمسك بكم. أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. الله أن يدمن في كربلا سفكا، لم يجرف الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خير ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله، فانتهك يوم بحامية الإسلام قد نهضت. له حمية دين الله إذ ترك رآه بأن سبيل الغي متبع، رآه بأن سبيل الغي متبع، يعني صارت اضطراب في نفوس الناس. ما أدري شلون تغيرت. إيش قصدك يا سيد جعفر الحلي؟ قال لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا العاصر الخمر من بعنصري ومن خساسة طبع يعصر وذكاء. هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشرك؟ قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. يا حسين يا مهجة على الروح الزجية،
انا جيت اشكي حالي والنبي جاري علي. جدك يا ابو السجاد بالدعوه بناني، وابوك حيدر شيد بسيف هركاني، والحسن ما قصر بذل جهده وحماني. واليوم نذبح معك يا ذاك البدوي، قال لي يا دين المصطفى هيجت الاحزان، لاجلك لعوف جوار جدي وطيب الاوطان، وابذل رجال النسود ونقر رجال مهجتي يا خير الاديان. عند الدوا ودواك ما يصعب علي، والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وعلى ظالمين على بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أثقل الأعمال توضع على الميزان تقوى الله والخلق الحسن. صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الآراء الموجودة في مستويات ما يتصفه الإنسان في هذه الحياة، كان بطيب خلق أو تغاير ذلك المدرك، إلا أن آراءهم نظرت إلى معالم في وجود الوصف. يعني الوصف له وجود، نحن تكلمنا مرة على أن يكون بالإنسان نفس وبه روح وبه بدن، ففصلنا بين روح الإنسان وبين بدن الإنسان وبين نفس الإنسان، يعني فيها مواضع متغايرة. يقال أيضا على أن الوصف له معايير مقدارية في نفس الإنسان، فلا بد من معرفتها، ومتى لنا أن نقيس تلك المدارك في الوصف. يعني وصف الإنسان أنا شلون أقدر أخذ مقاسات إلى معينة، إلى معايير معينة لابد أن أعرفها. لذلك يختلف الرأي في هذا المعنى عند العلماء. فمثلا عندنا الغزالي في كتابه إحياء العلوم يقول: هناك صفتان دائما يتصفان او يوصفان او يوصف به الانسان كالخلق والخلق. فلان حسن الخلق والخلق في كلامه. قال: يختلف المدارك في الوصف الذي يضع على الانسان. لماذا؟ قال: لان لو تكلمنا عن الخلق يختلف معناها عن الخلق. كيف يكون ذلك الامر؟ قال: الخلق هي الظواهر من الإنسان، خلقة الإنسان، هيئة الإنسان، لذلك يختلف عن الخلق. فيمكننا أن ننظر إلى الإنسان ظاهريا بالخلق. لذلك يقول: فيصطحب الظواهر للإنسان مدارك بواطنية أو مدارك باطنية، والمدارك الباطنية هي الخلق. فالخلق هو اتصاف إلى خلق الإنسان الظاهري. يعني يقول لك الإنسان ترى تحسن وتجمل مظاهر أخلاقه. إذا كان موجود أخلاق عند الإنسان، خلق عند الإنسان، فمظاهره تتحسن بماذا؟ بوجود هذا الخلق اللطيف. رحم الله من ذكر الطائم على بيت محمد فقام صلى على محمد وآل محمد. دليلك على ذلك الأمر؟ قال قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إني خالق بشرا من طين.
فإذا سويته ونفخت فيه فقعوا له ساجدين. قال إذا بين على أن هناك مظاهر ظاهرية، أمور ظاهرية، لذلك بقوله خلق إذا اتضح بها الظواهر في المعنى، وإنما ما يستبطنه الداخل قال فهو البواطن من الخلق. إنزين، وهل يمكن لها قياس أم لا؟ قال بلى. قال ما يكمله قلب الإنسان من الخلق ومن الطيب تظهره الأفعال، فيمكن للإنسان أن يستسيق ويقاس عن طبيعة أفعاله. يعني مولاي يسألك أخي، أنت شخص تشوفه دائما، تشوفه بالمأتمة دائما، تشوفه بالمسجد دائما، في الأعمال الخيرية دائما، منطلق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، طيب الخلق. مولاي أنت مو بس بعينك تشخص، العين لا تشخص، إذا كانت العين تشخص بمعنات هي مجرد كاميرا موجودة، لا، الإنسان مو متكون من كاميرا مولاي، الإنسان متكون من عقل. فيستسيقه الإنسان، شو اللي خلاك تقول عنه أنه طيب القلب؟ لأن هناك استساقة في بصيرتك من الداخل، في عقلك من الداخل، في فكرك من الداخل، فأنحلت ذلك المعنى وصلته إليك. هذا كلام الغزالي. العلامة قدس سره الخميني ماذا يقول؟ يقول لابد لنا أننا إذا أردنا الوصول إلى الوصف ومدارك الوصف ومقاسات الوصف أننا ننظر إلى أربعة أمور فنقيسها. تعال مولاي، أربعة أمور القيسة، شنو هاي الأمور؟ قال الأمر الأول سهل مولاي، قال ذات الفعل، أنا أشوف الإنسان إيش قاعد يسوي فأقيسه على مداركه. قال والثانية، قال القدرة على الفعل، ويقدر لو ما يقدر، إذا هذا الثالث. قال أيضا، قال ومعرفة الفعل أيضا، قال لا، قال المذول القلبي، المذول القلبي، التهيئ القلبي للإنسان هو الذي يوصله إلى مدارك الوصف، إلى مدارك الوصف. قال إنزين، إنزين مولاي، أنت أعطيتنا أربعة تعاريف وأربعة أنواع، قال أنت تقيسها بيها. قال هذول الأربعة الأنواع ترى هي مجرد آراء جمعتها من السيد نستغي، جمعتها من العلامة الفلاني والعلامة الحلي والعلامة فلان، اتضح عندي بس تعريف واحد بإمكاننا أننا نصل بماذا؟ نصل به إلى المعنى. شلون؟ قال مولاي أنا أضرب لك مثال الحين، شوف إحنا أمثلة الخميني قدس السر، شكوش إنه يقول المثال الأول على ذات الفعل، يعني ماذا؟ الحين أنا عندي شخص، هو السيد يقول جديد، يقول عندي شخص معروف بالسفاء، رجل يغدو بالسفاء، دارت الأيام فاختل الجيب فأصبح عنده قصر باليد، يعني ما يقدر يقدم شيء، إجا شخص وطلب بحاجة فما استطاع أن يمدها إليه، هو سخي، هو كريم، يعطي معلوم أو معروف بكرمه، لكن اليوم ما قدر يقدم، هل يقال عن ذلك الشخص أنه بخيل؟ قال لا، لا يمكن أننا نقول عنه بأنه بخيل. لماذا؟ قال لقصر اليد فكان له عارض. قال إذن ذات الفعل لا يؤخذ عليها مقاس، يعني لو أنظر إلى ذات فعل الإنسان ما أخذ عليها مقاس. إذن يا سيد ترى هذا مفهوم عندنا وخلاص، عرفنا المثال الأول. إذن ماذا تعني بالكلمة في القدرة على الفعل؟ ما هي القدرة على الفعل؟ قال القدرة على الفعل، فمثلا كان رجل عندنا فاحش الثراء، غني ميسور الحال أو فاحش الثراء، يعني الملايين العمارات موجودة، تقدم إلى فقير فمد يده في جيبه فقدم، يعني مثلا أضرب لك مثال، أنا بعطيك القيمة بعد، طلع على 500 فلس وأعطاها إلى الفقير. زين صاحب الملايين، صاحب العمران، صاحب الأراضين، صاحب المصانع، اتقدم بماذا؟ 500 فلس فقط. إذا الذي تقدم به هو قادر على أنه يعطي، فتقدم 500 فلس. مولاي يعني آباء أنت تعطي مصروف ابنك يمكن تفصل ثالث ابتدائي 500 فلس، مو صحيح؟ إذا هل أننا نقول على ذلك الشخص أنه سخيل أن تقدم 500 فلس؟ ما نقول عنده. قال إذا القدرة على الفعل، هذا السيد يقول بهالطريقة، يقول القدرة على الفعل لا تصيغ معنى الصفة في الإنسان، لا ما تقول هذا،
إذن أيضا قال إذن هي معرفة الفعل. لابد أن هناك وجود إلى معرفة، معرفة الفعل. نقول للسيد مولانا أنت توافق الرأي؟ قال أنا رايح أضرب لكم مثال من دون أن تختاروه، هل أنك تستسيق هذا المعنى أم لا؟ يعني معرفة الفعل. قل له شنو؟ مثلا قال أنت طالب حاجة من شخص، مثلا عمرو تقدم إلى زيد بمهمة، بس هذا زيد لابد أن أنا أدسم أعطيه فلوس. زيد أقدم إلى أموال، فأنا وضعت إلى هدية صغيرة لأن أنا أطلب الطلب، مثلا روح شوف لنا مثلا طلبنا في الإسكان، أريد أنا طلب من الإسكان يعني هاك جود هاي طلبنا وهو عنده واسطة، أنا تقدمت إلى بهدية معينة، فأنا أعرف لماذا أقدم الأموال، لماذا أنا أعطيت، فهل يقال على من مد في هذه المصالح على أنه سخي؟ لا والله ما يقال عنه، إنما طلبها لحاجة لم يطلبها أو لم يعطيها لوجه الله، لا إنما هي طالبها لحاجة. قال إذن يقول لك هذا أربعة أو ثلاثة التعاريف اللي إحنا استسقناهم ما نقول عليهم لأنهم صفات حميدة للإنسان أو أننا نضع عليها صفات الإنسان، لا نغيرهم ولا نروح نشوف إحنا التغيير مولاي. قال ورابعها هي هيئة النفس، القبول الداخلي، هيئة النفس. مولانا أوقفني وإياكم عند ضريح الإمام الرضا سلام الله على ضامن الجنة، أنا كنت موجود هناك عند الإمام وشيب الشيبشكر، أنا كنت موجود عند الإمام الرضا هناك جالس، شفت واحد جاي يطلب الحاجة، كان موجود عراقي من المكيف قلب الإنسان، إذا كان التهيئ القلبي من الداخل حتى في المثول مع الحسين بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا يفترق البقاء خارج المأتم أم داخل المأتم؟ يفترق ترى مولانا، الوضع اللي قاعد خارج المأتم ترى إلى أجره ومحسوبة إليه، لكن مكوثه داخل المأتم، صيحاته بوجود رسول الله مولاي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان يجلس عند باب المأتم، يعني من الداخل عند باب المأتم يدخل يجلس هناك للحسينية، يقعد يتعازب الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين يجلس في وسط الحلقة. الروايات التي تقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحضر في وسط المأتم. فاطمة الزهراء عليها السلام تدخل داخل المأتم مولاي وتجمع الدمعة. إذا كنت أنت خارج المأتم والزهراء داخل المأتم شلون تكون؟ لذلك حضورك داخل المأتم هذه، صيحاتك داخل المأتم تعني بها الكبير، هذه دليل على قبول النفس في الدخول إلى مواضع قد قتل الحسين من أجلها لبقاء الدين والشعيرة، وهذا المطلوب. إذن هي تهيئة النفس الكاملة كما قالها الخميني على أنها تهيئة النفس الكاملة لمدارك الوصف، فإذا كانت النفس متهيئة من الداخل قال إذن يوصف الإنسان فيها. لماذا يا سيد؟ بعد الشباب يريدون يعرفون ليش هذا يا سيد؟ قال لأن محاور الفكر، محاور العقل، ما يبطنه داخل العقل تظهره الأفعال، فإذا كان مهيئ من الداخل أصبح تهيئه من الخارج أيضا. يقول هذا كلام. إذا يا سيد رحمة أنت وفيت وكفيت بالمعنى، أنا خلى أحمل صوبة أنا أعطي عليها مثال، أعطي مثال في تذبذبات النفس، في تهيئات النفس، في تأهيل النفس كيف يكون. أنا حين دوري أضرب لك المثال، رجل قاعد يمشي من داره قاصد إلى قصر عبيد الله بن زياد، وإذا بصوت يسمع يا حور ولدتك أمك حرها. شوف النفس بها قامت تطرق، قال لعنة الله يا شيطان
لقد خرجت لضرب ابن بنت رسول الله وتقول يا حر ولدتك أمك حر. وهي يمشي بالأزقة وإذا بصوت ثاني يا حر ولدتك أمك حرة. كان ولدت المحر قام يلتفت الحر وظل واقف في الطريق. إيش هالحكي هذا اللي قاعد يقول؟ بعض الروايات تقال عن حر بن يزيد الرياحي جلس على التراب يتأمل وإذا به يسمع صوت يا حر صدقت أمك حين سمتك حرة. طالع شلون؟ يقول لك هني الحر بن يزيد الرياحي قام يتذبذب مولاي ما يدري شو يسوي، لكن أصبح يشد خطاه إلى أن وصل إلى قصر عبيد الله بن زياد. أخذ إلى ألف فارس لمنع الحسين الدخول إلى البيت. هذا طريق، وأما هناك طريق آخر خرج الحسين من بيت الله الحرام قاصدا إلى أرض الكوفة. الحسين يشق قدماه قاصد الكوفة والحر بن يزيد الرياحي خارج من الكوفة. وصلوا إلى منطقة تسمى زروق. إهنيها أنا خنياق قليلا بنات الرسول تحتاج راحة، أولاد الرسول يحتاجون راحة. الحسين قال خلنا ننوخ قليل بهاي المنطقة، نجلس قليل بهاي المنطقة. بينما هم كذلك وإذا برجل صعد على تل وهو ينظر صاح الله أكبر. إيش عندك يا رجل؟ قالت لقد بانت نخيلات الكوفة. قال الحسين وأين تكن نخيلات بهذا الموضع؟ وما بيننا وبين الكوفة طريق طويل، بعدنا ما وصلنا. أعد النظر يا رجل. أعاد النظر، صعد صاح مولاي أراها ترفرف آثار النخيلات ترفرف مولاي. قال أعد النظر، يقول إلى أن استبقت تلك الخيول ووصلت قال مولاي أبا عبد الله أرى أطراف الرماح تتقرب إلينا. الله أكبر. إهني يصفر لون الحسين على عيانه وعلى حرم أبو عليها. إلى أن وصل الحر بن يزيد الرياحي عند الحسين فعلموا على أنه جيش عبيد الله بن زياد. أتى رجل قال يا أبا عبد الله إنهم متعبون مجهدون. قال وما قصدك يا رجل؟ قال نكر عليهم كرار الأبطال فنبيدهم عن آخرهم. قال هذا ليس خلقنا يا رجل، ماذا نصنع؟ قال يا رجل اسقوهم ماء واروهم وارشفوا لهم الخيل ترشيفا. نزل الحر بن يزيد الرياحي مع الجيش واصبحوا يسقون الرجال. الله اكبر، شلون اخلاقك يا ابو علي؟ هذا الحسين بن علي. بينما هو كذلك سقوا الرجال ورشفوا للخيول ترشيفا، وإذا بعلي بن الطعان أقبل مسرعا. ما إن وصل عند محط الحسين إذ وقع على الأرض. ذهب الحسين إليه مسرعا، شبيك يا رجل؟ قال أنا عطشان. يقول فأخذ الحسين تلك القربة فروى بها ذلك الرجل. تعرف مولاي من هذا الرجل؟ هذا الرجل يوم عاشر الحسين على بوغا كربلاء صح على عطشان. تعرف هاي الرجل ايش سوى بالحسين؟ رفع رجله وركل الحسين على خاصرته. طالع شلون الحسين ابن علي؟ هذا ابو السجاد. يقولون فسقاه الحسين بينما هو كذلك وأصبح يرتاح ذلك الرجل. فنظر الحسين إلى الحر بن يزيد الرياحي ماذا أو ما عزمكم هذا ما عزمكم هذه الساعة؟ قالوا يا أبا عبد الله إن عبيد الله بن زياد أمرنا بمنعك من الدخول إلى أرض الكوفة. قال وما تطلبون؟ قال خذ لك طريق دون الطريق وبلد دون البلاد.
قال هذا مطلبكم؟ قالوا بلى. قال يا رجال، بعدما صلى الحسين بهم قال يا رجال جهزوا الجمال والنياق فلنشد على الرحيل. جهزت النياق. هذا علي بن الطعان يقول لك تعال انا عندك رساله بس اريد ارتاح شويه. قال وما الرساله التي في يديك؟ قال هذه من عدو الله بن زياد، اقراها. قراها واذا بها يا حر اذا التقيتم بالحسين بن علي فعجج بلسانه وبمسرى الحسين. نظر الحر بن يزيد الرياحي عندما اصطفت النساء على النياق والاطفال وكلها وصعدوا على النياق، فاصبح الحر بن يزيد الرياحي يدور بالخيل على نياق الحسين. النساء